أحبائي المشاهدين، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن صلاة يسوع الشفاعية. وقبل أن أبتدئ بالقراءة من كلمة الله، أنا موجود على جبل الزيتون خلف مدينة القدس القديمة، والذي يفصل بين القدس وجبل الزيتون هو وادي قدرون العظيم. سأقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 17 مبتدئا من الآية الأولى. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. وسأقرأ من آية 14: أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. أحبائي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. نقترب من عرشك نسكب قلوبنا، نتضع أمامك نطلب حضورك. ألا تعود أنت فتحينا، اشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك. ألا تعود أنت فتحينا، اشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك. هلم يا روح الله تعال كرياح عاصفة، هلم يا روح الله تعال كرياح عاصفة. فلتحيا هذه العظام، تحييها بروحك، هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا. عزيزي المشاهد، سأواصل حديثي من إنجيل يوحنا عن صلاة المسيح الشفاعية في إنجيل يوحنا الإصحاح 17. إنها كما ذكرت الصلاة الشفاعية، إنها أطول صلاة مسجلة في الكتاب المقدس.
إنها أعظم وأعمق صلاة موجودة في الكتاب المقدس، إن هذه الصلاة هي صلاة الشفيع الأعظم الرب يسوع، له كل المجد، فهو لنا، فهو الشفيع لنا في الأرض وأيضا في السماء. إنها كما يقول بعض صلاة رئيس الكهنة، وهذه الصلاة هي أن ندخل حضور الله إلى قدس أقداس الله، لأنه بالفعل هذه الصلاة قيلت من فم يسوع المسيح للتلاميذ لربما كانوا بعدهن في العلية أو خرجوا خارج العلية إلى وادي قدرون. على أي حال هذه الصلاة إنها صلاة المنتصر الظافر، صلاة الذي عرف وتمم مشيئة الله الآب. ألم يقل في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع: طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فجاء المسيح ليتمم مشيئة الآب، فهو سيد كل الظروف. صلى من أجل الآلام الآتية في طريقه لأنه عالم بكل شيء. فيسوع تحدث عن مجد الصليب، صلى أيضا لكي يأخذ قوة جديدة، فكان يحتاج إلى التشجيع وإلى القوة الجديدة كابن الإنسان. هذه الصلاة أحبائي تصور لنا عواطف يسوع، يسكب أحشاؤه، تصور لنا هبات يسوع المسيح ومحبة الله. كما قال يسوع لله: التلاميذ الذين أعطيتهم. فالتلاميذ هم عطية من الله ليسوع المسيح، وكذلك المواهب هم عطية الله ليسوع المسيح، فأعطاهم ليسوع. هذه الصلاة أحبائي صلاة عميقة جدا، نحتاج إلى ساعات طويلة أن نتحدث عنها. هذه الصلاة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: أولا صلاة من أجل نفسه، ثم صلاة من أجل التلاميذ، ثم صلاة من أجل جميع المؤمنين، هذا يشمل أنت وأنا حتى يومنا هذا. لكن دعونا نبتدئ أولا بالصلاة من أجل نفسه. يسوع يتحدث عن العمل الذي أكمله، هو ذا قد أتت الساعة. أتذكر في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني عندما تحدث مع أمه القديسة مريم العذراء في عرس قانا الجليل: لم تأتي ساعتي بعد. لكن في هاي اللحظة يعرف أن الساعة قد أتت ليتمم ويطيع ويخضع لوصية الله الكاملة، العمل الذي أكملته. ثم في هذه الصلاة يصلي ليسترد المجد الذي كان له عند الآب قبل تأسيس العالم. وهنا نرى صورة لأزلية المسيح، فالعمل هو جاء في ملء الزمان لفترة زمنية معينة ليقوم بعمل الفداء الكامل، لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات، وثم لكي يسترد ويرجع المجد، يأخذ المجد الذي كان له. فهو ممجد لأن هذا المجد يحق له أساسا وشرعا، وهو يتمجد لأنه قد فعل وأكمل هذا الشيء بجدارة، لأنه أطاع الله الآب طاعة كاملة. في هذه الصلاة أحبائي نتعلم أنه يوجد طريق واحد للمجد، هو إطاعة وصايا الرب. لقد كان في الصليب تمجيد الآب بطاعته الكاملة في ملء المحبة والتضحية، والقيامة هي إعلان مجد يسوع تمجيدا لإرساليته وتأكيدا لانتصاره وسلطانه، أنه قد هزم الموت، سحق إبليس وأعلن أن إبليس عدو مهزوم، وأن المسيح جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا فيهم بهم فيه، فأنه فضح كل مملكة الظلمة بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. كان لابد أن يقوم بهذا العمل. ثم قال في الآية الثالثة: وهذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. كان عنده غرض واحد، هدف واحد، أن الناس تعرف الله، فقد أعلن لنا أن الله هو آب، وأن الله هو محبة، أنه يحب البشر، وأن الله يهتم بالبشر، وأنه يقود البشر ويريد الخير والأفضل لحياة البشر. أعطى الحياة
وهذه الحياة هي الحياة الأبدية، وهذه الحياة الأبدية هي حياة الله ذاته، حياة الله نفسه، يعني امتلاك الحياة، وهي امتلاك أمجاد حياة الله ذاته في ملئها وأفراحها وسلامها وبهائها وسموها وعلوها. إن هذه الأمجاد أمجاد عظيمة جدا، أمجاد الله نحصل عليها من خلال شخص المسيح يسوع، لأنه يحبنا ولنا امتيازات عظيمة جدا في شخص المسيح. إخوتي وأخواتي، إن هذه الصلاة هي صلاة الشفيع الأعظم، إنها صلاة تكريس التي رفعها الكاهن الأعظم، فيها قرب ذاته قربانا على مذبح التكريس في الهيكل السماوي، لأن غاية التكريس هو إشباع قلب الله. فالمسيح أشبع قلب الله، كان موضوع سرور الله، كان موضوع محبة الله، لأنه تم مشيئة الله وتمجد الله في حياته، له المجد المسيح. أحبائي، ثم ثانيا يصلي من أجل تلاميذه، لم يتركهم، عارف الأحوال والظروف، أنه بعد قليل سيلقى القبض عليه على المسيح، وسيتشتتون التلاميذ وسيمرون في ظروف صعبة. صلى من أجل تلاميذه، قال احفظهم قدسهم. كانت هذه الصلاة صلاة تشجيعية تشجعهم، صلاة أن يحفظهم من العالم، أن يحفظهم من الشرير، وأن التلاميذ موجودون في العالم وأنهم ليسوا من العالم. وهنا تعبير جميل، أن وطننا ليس هذا العالم، بل وطننا هو السماء، فنحن ننتمي إلى جنسية سماوية، فنحن رعايا الملكوت عندما نؤمن بيسوع المسيح. فصلى الرب أن يحفظهم من العالم، ويحفظ ويستمر بأمانتهم وحفظهم. صلى من أجل الفرح، صلى من أجل الوحدة، وصلى أيضا من أجل المجد، قال قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كان يهتم بالتلاميذ اهتمام بالغ، مع أنه في أصعب وأحلك اللحظات، لأن المسيح مزمع أن يسلم نفسه على الصليب. ثم أخيرا أحبائي، صلى من أجل جميع المؤمنين، صلى من أجل الوحدة فيه، ويوما ما سنشارك مجد المسيح. بكلمات أخرى، صلى من أجل توحيد صفوف الكنيسة، وهذا غرض المسيح واهتمام المسيح، أن نكون واحد كما أن المسيح والآب واحد. صلى من أجل وحدة الصفوف، ألم يقل أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها؟ لاحظ كلام المسيح، أبني كنيستي مش كنائسي، لأن غرض الله هو الكنيسة، جسد المسيح وهو الرأس. في هذا الإصحاح يصرح لنا 4 امتيازات لنا كأولاد، تساعدنا وتشجعنا على النعمة أو على النصرة. أولا، نحن نشارك حياته، نشارك حياة المسيح. نحن أيضا نعرف اسمه، نعرف أيضا اسم الآب، فالمسيح أعلن لنا الآب. ثم أحبائي، عندنا كلمة المسيح، أعطيتهم كلامك. وأخيرا، نحن نشارك في مجد المسيح. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن.
أعزائي المشاهدين، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن لقب المسيح يسوع هو المسيح. سندرس عن هذا اللقب أكثر بعد قليل. أنا موجود على جبل الزيتون مقابل مدينة القدس، مدينة أورشليم القديمة. كما ترون أسوار أورشليم، كنيسة القيامة، والذي يفصل جبل الزيتون عن أورشليم وادي عظيم اسمه وادي قدرون. وطبعا في أسفل الوادي تستطيع أن ترى كنيسة الجسمانية أو بستان جتسماني. هذه المدينة لها ذكريات جميلة لكل مؤمن يأتي إلى هذه البلدة. أعزائي، سأقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، وسأقرأ من آية 40. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. ثم ننتقل إلى إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع لنستمع كلام الإمرأة السامرية في آية 25. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. سأواصل حديثي بعد قليل. سنواصل حديثنا عن يسوع هو المسيح من المنطقة الجنوبية لمدينة أورشليم. كما ترون خلف جبل الزيتون، وادي قدرون، سلوام، أسوار القدس القديمة. نتعلم من كلمة الله الحية المباركة الموحى بها في الكتاب المقدس أن الله ساهر على كلمته ليجريها. فالله هو له السيادة والسلطان المطلق الكامل على التاريخ وحياة البشر. لابد أن يتم ما تنبأ ووعد به الله. فكرة المسيا أو المسيح معروفة عند اليهود في العهد القديم، فكانوا ينتظرونه، ينتظرون الوعد المنتظر بمجيء المسيح. نبوات عديدة في كلمة الله عن مجيء المسيح. نبوة عظيمة موجودة في سفر دانيال يتحدث عن مجيء المسيا الملك، ويتحدث أيضا عن موت المسيح وقيامته وملكه. ثم في العهد الجديد نرى الملاك جبرائيل يبشر القديسة مريم العذراء قائلا: ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. سؤال يوحنا المعمدان عندما كان في السجن، أرسل تلميذيه لكي يسألوا المسيح: أأنت هو أم ننتظر آخر؟ يعني أأنت هو المسيح الموعود به؟ كان يعلم يوحنا واليهود أن المسيح هو فقط الذي يستطيع أن يفتح عيون العمي. لهذا أجاب المسيح تلميذي يوحنا قائلا: اذهبا واخبرا يوحنا، العمي يبصرون. ثم عندما اعترف بطرس الرسول في المسيح في قيصرية فيلبس، عندما سأل المسيح: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ أجاب بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فإذا من هذه الآيات نكتشف أن المسيح هو الرب، المسيح ابن الله،
المسيح المخلص، المسيح الملك. ثم نبوة مهمة جدا في العهد القديم في سفر إشعياء إصحاح 61، اقتبسها الرب يسوع المسيح عندما كرز أو وعظ في مجمع الناصرة: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. اقتبس المسيح هذه الآية في مجمع الناصرة: روح السيد الرب علي لأنه مسحني. فإذن هو الممسوح من الله، فهو مسيح الرب، هو المسيح الملك الممسوح. وكلمة الممسوح هذه كانت تطلق أو تتم على الكهنة، كان ينبغي أن يمسح بالزيت، وأيضا الملوك في العهد القديم كان ينبغي أن يدهنوا ويمسحوا بالزيت، وكان يطلق عليهم مسيح الرب، أي الشخص الممسوح من الله. لكن مسحة المسيح تختلف، ليس فقط بالزيت، لكن مسحته مسحة إلهية: روح الرب علي لأنه مسحني، الرب الذي مسحه، لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. في إنجيل يوحنا نقرأ مكتوب: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه، اسمع معي ما يقول الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. فإذا نكتشف من هذه الآية أن المسيح هو ابن الله، المسيح هو الرب، وينبغي أن نؤمن بشخص المسيح. فالمسيح هو موضوع تطلعات العهد القديم، المسيح هو موضوع تتميم النبوات، جميع النبوات التي قيلت عنه. بالواقع أساس إيماننا كما اقتبست هذه الآية، المسيح الذي جاء بالجسد هو ابن الله، لكي تؤمنوا أن المسيح هو ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم أو إن آمنتم حياة باسمه. فإذن هذا هو أساس الموضوع، ينبغي أن نؤمن بالمسيح يسوع. هذا الإيمان في الكتاب المقدس هو ضد الهرطقات والبدع، لأن بعض البدع ومنها الإغنوصية كانت تقول أن المسيح لم يأتي بالجسد، كان مجرد روح، لأنه كل جسد يعتبر مادي فإذا هو شر. لكن الرسول يوحنا في إنجيل يوحنا وفي رسائل يوحنا يؤكد مرة تلو الأخرى أن المسيح جاء في الجسد. قال: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. فإذا يبرهن أن المسيح قد جاء في الجسد. بالواقع أنه اتخذ هذا الموضوع في غاية الأهمية، كتب وحي من الروح القدس قائلا: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب والابن. فإذا المسيح الذي جاء في الجسد، يحدث الكتاب المقدس أنه في كثيرين هم ضد المسيح، الذين ينكرون لاهوت المسيح، ينكرون الله الآب، وينكرون المسيح الابن. قال يوحنا: بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح. بالواقع أن المرأة السامرية عندما اختبرت المسيح وعرفته، وعندما قال المسيح: أنا الذي أكلمك هو، أي أنا هو المسيا، أنا هو المسيح المنتظر، ركضت إلى المدينة، تركت الجرة، قالت لمدينة السامريين: هلما أخبركم، إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فإذا تطلعات الشعب أن المسيح الذي يأتي
هو قادر أن يجري المعجزات الفريدة، أن يعلم أجمل وأفضل التعليم، وقادر أن يخلص نفس البشرية، وأنه العالم بكل شيء. هذا هو المسيح. المسيح يعلم بكل شيء. في إنجيل يوحنا عندما يتحدث عن يسوع المسيح يتحدث عن صفات إلهية فريدة، أنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، عالم أسرار الناس. فقد علم قلب السامرية وعرف ماضيها، لهذا السبب قالت: ألعل هذا هو المسيح؟ قالت للمدينة: نعم إنه المسيح. وجاءت وآمنت المدينة بالمسيح يسوع. إيماننا كمسيحيين، أو أنت يا من تشاهد هذه الحلقة، إذا اعترفت بالمسيح أنه جاء في الجسد وأن يسوع هو المسيح الممسوح من الله بدون خطية، الذي جاء إلى أرضنا، عاش ومات هنا في مدينة القدس وقام من بين الأموات، هذه النبوات التي قيلت عن المسيح وتمت فيه حرفيا. بالواقع في آخر الزمن يقول الكتاب أنه سيأتي المسيح الدجال أو ضد المسيح، الذي سيخدع كثيرين أنه المسيح، لكن نحن نعلم النهاية أن المسيح سيأتي مرة ثانية وسيبيد هذا المسيح الدجال، المسيح الكذاب كما يسميه الكتاب المقدس، أو رجل الإثم. لكن هذا ينبغي أن تؤمن بالمسيح لكي تتمتع بالحياة وتتمتع بالأمان والحفاظ على حياتك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل الإيمان سوف نتحدث عن عمل الروح القدس. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.